الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن موقع جديد، موقع اسمه فان سليف. الموقع ده عبارة عن بتدخل عليه، بفضل يكون عن طريق ريفرالات، وتعمل منه ريفرال، لأن هو بيساعد على ايه، تزويد الحساب بسرعة، يعني تزويد الرصيد ليك بسرعة. تمام. موقع هنا الربح منه بيكون عن حاجة اسمها في الاير بروموشن. الأول لما بدي عايز أسجل بنعمل لوج اوت، اول حاجة عشان عايزين ندخل في التسجيل. نعمل لوج اوت ريجستر. لو عايزين نعمل ريجستر هنقوله كرييت اكونت. ندخل النيم، اسمك، يوزر نيم، باسورد، متأكد الباسورد، الايميل، بتأكد على الايميل والبوت وكباتشا، وبعد كده تسجل. الموضوع بسيط جدا. هتيجي تدخل هنا على التسجيل، تسجيل، بعد الدخول يا اخي الكريم نيجي عند حاجة اسمها اير بروموشن. تمام. شوف انا عندي دلوقتي 3 يورو، 3.45 يورو. تمام. النقاط انت عندك عشان توصل لحد الادنى هو 15 يورو، يعني حوالي 3000 كريدت. تمام. حاليا 690. في عندي هنا ريفرال واحد وشغال دلوقتي. الموقع ده بيعتمد على حاجتين، عندك هنا لازم يكون عندك اكونت على فيسبوك، اكونت على انستجرام، اكونت على تويتر، والترافيك تمام ده عادي، واليوتيوب. ممكن يكون عندك اليوتيوب، تمام، اليوتيوب وتويتر وفيسبوك وانستجرام. فاذا ما عندكش مثلا اي واحد منهم زي انستجرام او تويتر، لو ما عندكش منهم او مش مسجل على يوتيوب، لازم حاول تعمل تسجيل على القنوات دي، على السوشيال ميديا دي، علشان هم بيجي عليهم كريدت. تمام. كريدت بيظهر لك هنا. تمام. عندي واحد مثلا بيدخل على الصفحه بيجي لك على فيسبوك، يبقى ده شكل ايه، لايك، تدوس عليها لايك، اغلبهم بيقول لك ان تعملهم فيهم لايك. طيب لو في الانستجرام مثلا، لما تفتح الصفحة تظهر لك الصفحة، تبقى في تابع هنا على الجنب، تمام، هتدوس عليها يبقى ايه، متابع وخلاص. عندك هنا تويتر نفس الكلام، تبقى متابع. انستجرام بيقول لك فولو او تابع بالعربي، التويتر نفس الكلام بتتابع الصفحة بتاعته. تمام. اليوتيوب بتعمل حاجة من الاتنين، يا اما انت بتضغط عليه بيظهر لك شاشة هنا، تمام، شاشة لوحدها بره دي، هو بيحضر، هو بيعمل فيديو، انت بس بتبقى عينك عليه انه بيمشي توقيت، بينزل توقيت تنزل، عد تنازلي، لغاية ما يخلص بعد كده تدوس على الكريدت. نفس الكلام الترافيك، بس بيظهر لك في صفحة جديدة وبيبقى عليه ايه، عد تنازلي، لغاية ما العد يخلص وتدوس عليه كريدت. تمام. موضوع بسيط جدا، سيمبل، بس في نقطة مهمة جدا في الموضوع ده وهتفيدكم ان شاء الله. اللي عاوز فعلا يستفاد موقع ده ويقدر يطلع المبلغ ده، في حاجة يمكن محدش قالها قبل كده، الساعة 2 بالليل. تمام. عندي الساعة 2 بالليل بتوقيت الامارات. تمام. شوف بقى انتوا التوقيت عندكم، كل واحد في بلده يظبط التوقيت ده، يظبطه على بعض، يعني اللي في مصر مثلا يبقى توقيت عنده 12 ويتأكد، ولو 2 برضه يتأكد ويجرب، بس يجرب الاول 12 عشان فرق التوقيت. فبالتالي النقطة دي مهمة جدا وتركزوا فيها، علشان هي دي اللي هتزود الرصيد عندكم بسرعة. تمام. اي حد عايز يشترك ان شاء الله هحط اللينك في الديسكريبشن، في الوصف، ويجي يشترك منكم. وياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اتمنى يعني يكون عجبكم، وان شاء الله يكون افادكم باذن الله. تمام. هو الموقع طبعا مش، في ناس طبعا عملوا فيه اثباتات سحب، في ناس قبل كده طلع سحبت منه. تمام. متشكرين جدا على المشاهدة، وان شاء الله متابعينا في فيديوهات تانية كتيرة جاية ان شاء الله.